عامل سيدي محاولة قتل سيدي. شو اسم المغدورة؟ ولا حركة ولا ولا حركة. انت من زمان بتعرفوا الخميس؟ سعد نجيب. شو يا فراس؟ بدي جازي. صح. هاي 7 بالرقم. اياد؟ معك الاصلية؟ ليك 3 نسخ. حاضر سيدي. هذا زعتور خبرته ابوي يجي ياخذه؟ هلا جاي سيدي. الو نعم وين؟ ايه انت بنزل على اليمين ورا الحواكير بالضبط. طيب ماشي مسافة طريق عندك. نجيب نعم سيدي. روح كل شيء ميلك والحقني على السيارة. يلا قسم شرطة عظيم بسرعة عجلي شوي بسرعة. فراس خلينا هيدا ارجع عندك. عزت سكر باب المعلم بسرعة بسرعة. نعم سيدي. خلي الشاب اللي صلى يكبر كم صفحه لوشه من كل الجهات. حاضر. هذا بينته مقتول بغير مكانه مرمي هون. دكتور. يا
اغلب الظن انه توفي وفاه طبيعيه مو قتل. حتى لو كانت الوفاه طبيعيه ففي شيء مبهم بالموضوع. على كل تقريرك بكره بينتهي وبنعرف هالشيء. يلا نجيب، يعطيك العافيه. مع السلامه. يلا يا شباب. شو؟ راح تشترك بالمباراة الجاي؟ إن شاء الله سلام. يلا، موفق إن شاء الله. سلم على المقدم أحمد. لا سلمك سلام. عفوا سلام. أيوة. شو هي؟ هي الجريمة تبع الأبوم ما هيك؟ حط لي على المكتب. حاضر سلام. احترامي. أهلا نجيب. شرف سيدي، هي سوى المغدور كله. السلام عليكم. أهلا دكتور. شلونك سيادة الرئيس؟ شرف. مرحبا. سلامات، يعطيك العافية دكتور. وهي التقرير. طيب دكتور بدي أسألك قبل ما أدرس التقرير. الوفاة شو كانت أسبابها؟ سكتة قلبية. ما في على جسمه أي أثر بدل على أنه تعرض لأي نوع من أنواع العنف. بس في شغلة ممكن نستفيد منها. شو هي؟ انه لقينا على جسمه بعض ذرات الرمل والشمس ضاربه على جسمه منيح. اكيد كان على البحر. طب دكتور، من خلال لطعه الشمس اللي على جسمه، ايمتى كان على البحر؟ يعني من شي 3 ايام. 3 ايام. طب لما عثرنا على الجثه قد ايه كان صار له متوفي؟ يعني فينك تقول بحدود الساعه 10 بالليل. 10 بالليل. نجيب. نعم سيد. خذ هي الصور وبتمروا على الشركات السياحيه والتكاسي اللي عم يطلعوا على طرطوس ولاديه، بتورجيهم اياه بركي بيتعرفوا عليه. بس عفوا سيدي، يعني خايف يكون عنده هو سياره بيروح بيجي فيها. صح. اذا ما استفدت من الناحيه بنسال عنه بالفنادق. كمان يعني اسف سيدي اقول لك انه خايف يكون عنده كمان بيت بينام فيه. نجيب شو بك؟ بدك تسكرها من كل الجهات؟ اذا ما استفدنا هون او من هون بنسال بجهات ثانيه. حاضر سيدي. الله معك. شكرا سيدي. ايه دكتور؟ قديش بقدر عمر المغدور؟ يعني بحدود 60-65 سنة. 60-65. بس الشيء اللي محيرني انه ليش مرمي على طرف النهر؟ صح، الشغلة مو طبيعية. في شيء تاني انا ذاكره بالتقرير بس نهر اذا فيدنا ولا لا. شو هو؟ هذا الشخص نعمل له عملية جراحية بالقلب. قبل شيء 3 سنين. وحاطين له صمام اصطناعي. صمام اصطناعي. دكتور، كم جراح بلدنا قلبية؟ في عدد لا بأس فيه. معك عنوان حدا منهم؟ طبعا في. يا ريت حط لي الهاتف. فراس، شوف لي جراحي القلب البلد. حاضر. في الدكتور فواز 416. الو مرحبا دكتور فواز. لا لا لا. تحياتي، انا الرأي جلال من جنائية. الله يخليك يا رب دكتور. لا لا كتر خيرك، سؤال بسيط، بدنا نعرف اسماء المرضى اللي عملوا عندك عمليات قلب من خلال. لا ولا يهمك دكتور، سوء تفاهم. اهلا وسهلا، الله معك. طلع دكتور نسائي. طلال فارس، جراحة قلبية. طلال فارس. احترامي. شو يا نجيب؟ سيدي الأخ تيسير مضيف الباص اللي إجا معه المغدور بلادية. أهلاً. أهلاً وسهلاً. وين شفته؟ قبل الكراسي سيدي. خذ خليه عندك الملف. حاضر. أهلاً وسهلاً.
فرجاني حضرت المساعد صورته وتذكرته. هذا الانسان كان معنا برحله لاديه قبل 3 ايام. ايوه كان قاعد ورا مني وطول الطريق لسانه ما تعب من الحكي. شو كان عم يحكي لك؟ كان عم يحكي عن البحر والسباحه والحمامات الشمسيه. قال الدكتور نصحه بروحة البحر لانه معه القلب. ايوه هو قال لك معه القلب؟ هيك قال ضعف بالقلب. هي جدول رحله 17/3 اسمه مكتوب عندك هون، كان قاعد بمقعد رقم 3. رأفت الموضوع. أخ تيسير ممكن المانيفست تخليه عندي؟ ما في مانع. ماشي، شكرا لك. أنا راسي سيدي. تيسير شو؟ تيسير دكاك. دكاك. أنا راسي سيدي. أهلا مع السلامة. رأفت الموضوع. نجيب سجل لي عندك رأفت المهضوم فواز عبد الكي غسان سلمان زهرية عبد الرحيم بدي أرقامهم فورا. لا لا المنزل. سبعة وسبعين. أيوة طيب زهرية عبد الرحيم أدي شف لي إياها. 22. شكرا يا عبد يعطيك العافية. شكرا. احترامي سيدي هاي الاسماء اللي طلبتها حضرتك. شرف. رأفت المهضوم 211 الو 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 شو هون؟ كازيل الصنايع؟ دخيل عينك بدي رأفت المهضوم. مين؟ يعطيك العافية. هو يلا نجيب. شرس يلا. يا ابو شباب الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. وين المعلم؟ المعلم من هون عند المغسل. جوا؟ عند المغسل. يا الله يرضى عليك فضي يا منظمك يا سياده بعزيزه. يا السلام عليكم. اهلين اهلين سهلين. رأي جلال مو هيك؟ فقط محبوب زادو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفوا سيدي شرفوا على المكتب. ليل واحد ورجانا هالصور هي قالت بتشبهك مع انه ما في اي شبه بينك وبينها. ومنو هذا اللي قالكم انه هذا انا؟ مضيف الباص اللي جيت معه بالاديه بتاريخ 17/3 الساعه 9 الصبح. ايوه هلا تذكرت يا سيدي انا فعلا كنت حاجز بهالرحله وبتذكر رقم المقعد 3 مقعد رقم 3 فجاه تذكرت اني نسيت الشنطه فيها البونات والمصاري والكلبالي كلها حملت حالي ونزلت من الباص بدي الغي الرحله فجاه طلع بوش يا الزلمه قال لي بعرضك انا مضطر سافر قلت له هاي تذكرتي ناولته اياها وناولني المصاري مشيت وركب محلك بالرقم 3 ما هيك هذا اللي صار ماشي شكرا سيد رافت اهلا 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 وسهلا نشوفك اهلا اهلا وسهلا اشربوا قهوه شكرا معلش معلش شكرا الله معكم هو دي يلا يا سعيد مشي الشغل نجيب نعم خذ هدول اسماء الاطباء وبتدور لي على اسم الطبيب اللي اجرى عمليه لصاحب هالصوره سلامات يعطيك العافية الله يعافيك سيارة أولى؟ أنا المساعد نجيب من الجنائية ممكن شوف الطبيب لو سمحتي خير في شي؟ موضوع خاص لو سمحتي تفضل استريح شكرا نفس يا أيوه بسيطة ماشي بإمكانك تلبس دقيقة وبشوفك شكرا ارتاح شوي بسيطة سلامات دكتور سلامات يعطيك العافية الله يعافيك أنا المساعد نجيب من أمن الجنائي أهلا وسهلا ممكن أسألك سؤال لو سمحت تفضل نحن عم نبحث عن الأطباء القلبية عن شخص عنده أزمة قلبية
ممكن تتعرف عليه من خلال هاي الصورة لو سمحت. هذا صديقي ومريضي، وبتذكر عملت له عملية قلب من مدة شي 3 سنين. طيب حكيم، امتى آخر مرة شفته؟ من مدة شي 2 أسبوع، ونصحته يغير هوا. طيب ممكن لو سمحت أطلب منه خدمة صغيرة؟ بكل بساطة بدي عنوانه ورقم تليفونه إذا بتريد. تكرم. بس خير في شي؟ الو. نعم. ايوه نجيب. احترامي سيدي، لقيته سيدي، لقيته. وين؟ شو اسمه؟ باب رماني سيدي، باب رماني. اسمه الدكتور زهدي طعمي. اسم المخدور قال لك شو هو؟ وعرفت اسمه وعنوانه كمان سيدي. لحظه نجيب. ايه، بهجت، صادق، ثروت، عدوي، بناء 13. ايه، انت منين عم تحكي؟ اسمع، لا استناني هلا 5 دقايق بكون عندك بزاوية الشارع. طيب. لا تستنوني على الغداء. عفوا دخيلانا، انت ساكن هون بالبناية؟ اي نعم، هذا بيتي. خير؟ بدنا بيت بهجة ثروت لو سمحت. هذا هو. بس عفوا يمكن ما تلاقوه هون، سمعت من اخته ام شكري انه باعه. لمين باعه؟ والله ما بعرف، بامكانك تسأل الدلال ابن يسار، هون جارنا قفل بناية، بتحب دلك عليه؟ يلا تفضل. السلام عليكم. مرحبا. سلام. اهلا وسهلين. يا هلا. امر بيع ولا شراء؟ اجار ما عنا، لانه خلاص بطلنا هي شغله الاجار. يا اخ، سياده الرائد جلال من قسم الامن الجنائي. تشرفنا. امر، امرني. بتعرف واحد اسمه بهجت ثروت؟ اي نعم بعرفه. امتى باع بيته؟ هو الحقيقه كان باللاذقيه، اعطيني رقم التليفون اللي هو متواجد فيه. هو الحقيقه زبوني. قلت له اتصلت فيه انا السبت الصبح، قلت له في زبون شرة تعا فورا، قال لي ايه، وفعلا ما كذب خبر. اجى السبت المساء، الاحد الصبح باع وقبض. اي نعم. مين اللي اشترى البيت؟ امجد محفوظ. وقديش قبض؟ المبلغ بالكامل قبضه، يعني 5.5 ملايين. اخذهم وراح بدون ما يسلم البيت، لهلا ما سلمه. بعدين بهجت لهلا مو معروف وين اراضيه، ما عدنا شفناه. بهجة ثروت مات. ماما. خير يا بنتي؟ شوفي أبو بدري أعطاك عمره. الله يرحمك يا بهجة. هاي أمر النيابة العامة. شكراً فراس. وهذا تبليغ للمدعي العام.
يعطيك العافية. وأخيرا صادوا له هاد. احترامي سيدي. أهلين نجيب. هي أمر تفتيش بيت المغدور بهجة السرعة. عود نجيب عود. صحيح سيدي، سيد أقول لك إنه الدكتور كمال اتصل فيك اليوم. مرات لعنده. هذا بهجة السرعة ترى له ولدين. اليوم اجوا يسلموا جسة. سيدي إذا تابعنا البحث عن 5.5 ملايين بتصور ما راح نوصل للنتيجة. هذا اللي عم فكر فيه. الـ5.5 ملايين هن السبب وراء رميته بالبستان. طيب سيدي يعني بلكي ما التقى المبلغ. مو مهم. نجيب نحن القضية اللي بين ايدينا قضية جنائية وبس. قوم يلا قوم نروح نشوف ام ميسر ونفتش بيت بس. سيدي عود شرف جنة وبيتك تمام. بعدين 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 بعدين. ماشي. يا ستار يا رب. يا ميسر. تفضل. هذا صالون ما هي؟ نعم. الغرف ال هنيك غرفة النوم على اليمين. المنافع. نجيب؟ نعم. فتش. حاضر سيدي. عفوا أبو ميسر، شو قلت لي لون الشنطة؟ رمادي غامق. مثل اللون اللي على جاكيتك تمام. ألو سكروا. هي الخطوط فايتة ببعضها هون عنا بالحي. أبو ميسر بدي احكي معك كلمتين. بعرف سيدي شو بدك تقول. الحقيقة انا اجيت المساء على باب البناية ووقفت مع الشباب، يمكن هن قالوا لك. على كل انا كنت بدي اشوف الشنطة، اذا لقيتها كنت بدي اتصل معك. هو 5.5 ملايين مبلغ مغري. اذا نجيب ما لقى شنطة بالبيت معناتها جايتك بالليل مبارح عند الشباب قدام البناية راح تبريك منها. ايه ابن سر، قبل يومين لما كنت عندك المكتب حكيت لي عن البنت تبع بهجت. ما بتتذكر او هو ما ذكر قدامك شو اسمه؟ الحقيقه هو ما صار في مجال للحكي بهالخصوصيات هي. بس صدف مره انه حكى من عندي بالتليفون من المكتب. ما بعرف مع مين كان عم يحكي بس ذكر اسم جمانه. مين هي جمانه؟ الله اعلم. جمانه سيدي فتشت وما لقيت شيء. وغرفه النوم فتشتها؟ ما فتشتها. طيب كمل هون بعدين نشوف المطبخ والسقيفة. ممكن غرفة النوم؟ تفضل. شغل Thank you.
مين بيرتب له البيت هون؟ أنا يلي بعرفه إنه كان عايش لحاله، هيك فهمت منه. الله أعلم إذا كان يجي حدا يرتب له، يا الله أعلم، ما بعرف. مسار، لما كنت تزوره كنت تجي لهون؟ أنا ما سبق إني زرته هون أبداً. صحيح هو جارنا، بس أنا ما كان في يعني بيناتنا زيارات. هو الحقيقة إجا سلمني البيت وقال لي هذا بعليا قبل سفره على اللاذقية وعطاني المفتاح. واضح واضح. شو نمشي؟ تفضل إذا خلصتوا شرفوا. يا إياد، هي رد البرقية تبع قسم دريا، ليش مو مسجلة؟ يا سيدي هاي مو منعنا من البرقيات. وين يا أخ؟ عفوا، بدي سيادة الرائد جلال. ليش مين حضرتك؟ أنا بدري ثروت. تفضل عود. اياد بدري سالي. ايه؟ صباح الخير. احترامي. شو يا نجي؟ حدا سأل عني؟ سيدي في الأخ بدري يمكن. ابن المغدور ما هيك؟ خليه يدخل. حاضر سيدي. شرف. شكرا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أنا سعيد. سلام الرائد. سلامات. تفضل. وسهلا. وسهلا سيدي. نحن آسفين كثير أخ بدري، لكن باسمي باسم الإدارة بقدم لك أحر التعازي بوفاة الوالد. سمعت إنه استلمت الجثمان امبارح ما هيك؟ نعم، رحت أنا وأخي فكري استلمنا الجثة. هو الحقيقة الوالد توفى بالسكتة القلبية، والسكتة القلبية بحد ذاتها ما بتشكل أي جناية، لكن رمي جثمان بالبستان بيوحي إنه في جريمة بالموضوع. الله يرحمه، من 3 سنين ترك البيت ومشي وما عدنا شفناه. ليش ترك البيت؟ بعد 35 سنة عاش في المرفه مدلل مع أمي، صار عنده أولاد كبار متجوزين. عرفنا أنه علقان ببنت أصغر من بنته، زعلنا منه قام ترك البيت ومشي. طب البنت هي صار بينه وبينها شيء؟ سمعنا أنه تجوزها بالسر. تجوزها؟ أخ بدري أنت بتعرفها؟ بعرف أنه بتشتغل سكرتيرة عند دكتور اسمه زهدة طعمي، وهي اسمها جمانة. هي بذاتها كثير مليح. الوالد شو كانت شغلته بالأساس؟ ورث عن أبوه أراضي واسعة و6-7 بيوت، نص الأراضي كانت ضمن البلد، باعها شقفي ورا شقفي وما خلى شيء، باع البيوت كلها وما ترك غير البيت اللي ساكنين فيه أنا وأمي وأخي ونسواننا وأولادنا، والبيت اللي كان ساكن فيه المرحوم، وبيت صغير كان عامله مكتب لبيع الأراضي، وما باع فيه غير أراضيه هو، وهو نفس البيت اللي ساكن فيه جمانة هلأ. وبتعرف إنه البيت اللي كان ساكنه المرحوم كمان باعه؟ باعه؟ كمان باع البيت؟ أيوة. وبتعرف بقديش يا أخ بدري؟ ب5.5 مليون. اياك تخوفه، ما تفتح تمك ولا بحرف. استنى شوي بس لا يسكر. ابو ميسر. وهي يمكن هاي اول مره بتتعرف فيها على اخي فكري. ايه تشرفنا، بس يعني دخلكم يعني انا شو مساوي؟ قولوا لي. قال لي الرائد جلال انك بعت له البيت لابي، صحيح الحكي؟ ايه صحيح. ايه وليش ما قلت لي انه بده يبيعه؟ ما اتفقت انا وياك انك تخبرني عن كل شيء بده يساويه ابي؟ ايه مزبوط مزبوط يا ابني، اتفقنا، بس انا صار لي 6 أشهر ما شفتك. قديش بعت له اياه؟ على بالك علي شوي، بدي حاكي افهم معه بالرواق. ما قال لك الرائد جلال بقديش؟ ب5.5 يا ابني. وين المصاري؟ كانوا مصاري، ابوك قبضهم هون واخذهم ومشي. الرائد جلال قال لي انه فتشوا البيت وما لقوا شيء. مظبوط، على مهلك يا ابني، بدي احكي بدي اتفاهم انا وياه. هو مظبوط فتشوا البيت وما لقوه هون، بس يمكن ابوك اخذهم حاططهم بمحل ثاني. بعدين اطمن، طالما الامن قفل الموضوع
إلا ما تظهر المصاري. المصاري مصارينا مو مصاري الجنائية، وما حدا عرف بالمبلغ غير أنت والشاري، وهدول 5.5 ملايين مو 5 ليرات ونص، يعني طمعة. فهموا علي يا جماعة، فهموا علي، أكيد اللي حامل أبوك وجده بالبستان هو اللي أخذ المصاري. بعدين إلا الحق ما يظهر، طالما العدالة والمباحث أفاه إلا ما يعلق. اطمنوا يا ابني اطمنوا. شوف يا أبو نسر، في قدامك يومين بس، إذا لقينا المصاري بهاليومين كان به، وإلا راح نجي وناخذ المصاري منك أنت. ولما بيوقع اللي سرق المصاري بإيدين المباحث، ساعتها منرجع لعندك ومنقول لك العفو ومنرجع لك مصرياتك. بعت له البيت وانسرقت المصاري منه، يعني مسؤولية هالشي أنت اللي راح تتحمله. بسيطة، اتركه فكري. اسمع، أنا أخي بدري طلب مني بهذا اللقاء ما أحكي ولا كلمة، بس عندي كلمتين لازم تسمعون. 5.5 مليون ممكن يموت مشانهم 100 بني آدم، مو بس واحد. طيب طيب، والله طيب. والله فهمت عليكم، والله فهمت عليكم يا جماعة. ولي ما في حدا بهالحارة. سلامات، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. معي سيادة الرائد جلال من أمن الجنائي. ايه أهلا وسهلا، تفضلوا تفضل. شرف سيدي. مرحبا. أهلا مرحبتين، تفضل. هذا من مؤاخذة. أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. عن إذنكم دقيقة واحدة بس، ما بتأخر أكثر. خذي راحتك. لطيفة هالبنت. عود. عفوا سيدي. يعني هلا معقولة صبية مثل هي تتجوز واحد عمره 70 سنة؟ ما بتعرف الظروف اللي خلتها تتزوجه، هذا إذا فعلا تزوجته. أهلا وسهلا. يا أهلا فيك. نحن آسفين، يمكن جينا بوقت غير مناسب، بس الضرورة إلها أحكام. بالعكس سيادة الرائد، أنا كنت ناوي أتصل بحضرتكم وأطلب مقابلتكم. زيارة هي وفرت علي المسافة. خير، بعد ما تخلص من أسئلتك بقول لك أنا مشكلتي. هسا جمان، أنا سمعت سمعة، طبعا هلا بعد ما شفتك يمكن ما صدقها، بس حكولي إنه كنتي زوجة بهجة ثروت، هل الكلام صحيح؟ الظاهر إنك قابلت حدا من أولاده. مظبوط، بدري حكالي. أبو بدري كان بالنسبة لي أب، بحياته ما فكر يكون لي زوج، وأنا بحياتي ما فكرت كن له زوجة. صح، أنا مصدقك، بس غريب بدري ليش لا يحكي لي هالكلام؟ أخي سعيد كان يشتغل عند أبو بدري الله يرحمه، وأنا وأمي كنا عايشين بالبيت مع أخي سعيد. خافت أم بدري ولادة 2 إنه أبو بدري يتزوجني، خاصة إنه كان زعلان مع أولاده ومرته ساكن لوحده. ليش لحتى يخاف ويتزوجك أنت بالذات وما يتزوج غيرك؟ إلا ما يكون في سبب مهم لخوفه هذا. لأنه نحن قاعدين ببيته، هالغرفة هي الله يرحمه كان عاملها مكتب، مكتب لبيع الأراضي، وأغلب وقته كان يقضيه معنا. سيد جمانة، أنا لسه في عندي كم سؤال، بس أنا حابب بيناتهم تحكي لي شو هي مشكلتك. أنا خايفة سيادة الرائد، مبارح إجا فكري لعندي على العيادة وطلب فضيلهم البيت خلال أسبوع، وإلا بزتني أنا وأمي بالشارع. سيادة الرائد، يعطيك العافية شباب. كيف الوالد فراس؟ منيح؟ الحمد لله. أيوة سيدي. حاضر. احترام سيدي. سلامات. أهلا. صباح الخير سيدي. أهلا وسهلا. فكري ثروت. أهلا. أهلا فيك. نروح نجيب عقربتك. احترام. أهلا وسهلا. شرف. شكرا. شو يا أخ فكري؟ قال أنت وأخوك عم بتدوروا على 5.5 مليون. طبعا. ليش لا؟ بس انت بتعرف انه اللي حمل ابوك بالسياره ورماه بالبستان قرب يعلق بسنارتنا. طبعا بده يعلق. وين بده يروح يعني سيدي؟ طالما بتعرف هالشي
ليش انت واخوك بدري رحتوا لعند ابو ميسر وصرتوا تهددوه؟ يا سيدي المصاري مع ابو ميسر، هذا الرجال لا ذمه ولا دين، سألوا عنه. نحن اللي بنتصرف، انت واخوك ما بتتدخل باي شيء. بعدين جمانه شو بدك فيها رايح لها على العياده؟ يا سيدي هذا البيت اللي ساكنته هذا بيتنا، ابي سكن فيه هي وامها وابنها واخوها سعيد، وهلا ابي توفى الله يرحمه ونحن بدنا البيت. فيك تطلعها منه؟ بدها قرار محكمه يا سيد. اسمع، شغل العنتريه هاي بتبطليها، عم تفهم؟ يا سيدي يا سيدي، هي جمانه حلسه ملسه مثل الحيه. بعدين انا امبارح لما رحت لعندها العياده شفت بعيني بجنبها شنطه كبيره ولونها رمادي. اكيد ساعه واحده بدور. طبعا سيدي هيك قال لي. طيب واحده وربع لازم تكون جوا. سيدي هي مين قال لها تيجي؟ اهلين. مرحبا. شو شايفه؟ شايفه كيف العاده تيجي الساعه 4؟ صحيح، بس اليوم ما كان عندي شيء، قلت لحالي بجي بتسلى. تفضل. يا دكتور. اهلا وسهلا. العافية دكتور. الله يعافيك. الرائد جلال من الامن الجنائي. مرحبا. سلامات. خير؟ شايف جايبين سجوانة معكم، في شيء؟ لا والله ابدا. كنا عم نصف السيارة وجايين مخصوص لعندك، وإز هيك مصادفة يعني. بسيطة. المساعد أول نجيب عرفته. التقينا سوا. دكتور إجا لعندك المرة الماضية وارجاك صور بهجة ثروت. اللي عملت له العملية قبل 3 سنوات صمام قلب. صح. بس وقتها يمكن ما قلت له انه جمانة بتعرفه. صحيح، هو ورجاني صورة وسألني عن صاحبها وعطيته عنوانه ورقم تليفونه، بس ما سألني إذا كانت جمانة بتعرفه ولا لا. معناته عدم المؤاخذة. بس دكتور المهم بالموضوع انه بهجة ثروت باع بيته ب5.5 مليون، وهذا المبلغ انفقت، فنحن كجنائية مضطرين نبحث عنه. سيد جمانة شنطة هي إلك ما هيك؟ إلي، وفيها بعض الأدوات الطبية للعيادة. الشنطة قدامك، بإمكانك تفتحها وتفتشها. لا ولو دكتور، استغفر الله. أنا سيد جمانة نحن آسفين مضطرين نزعجك هالكم يوم بس لنخلص التحقيق. لا أبدا، تفضل. طبعا بالإذن من الدكتور. تفضل. أنسى جمانة ببيت بهجة ثروت، في حدا بيخدمه؟ إيه، أخته أم شكري. أخته أم شكري. طب أنت إمتى آخر مرة شفتيه؟ قبل ما يسافر على اللاذقية بيومين أو ثلاثة. بس في شغلة بسيطة، البيت اللي ساكنين فيه هو اللي بهجة ثروت، بتدفعوا أجاره؟ لا. شكرا دكتور، شكرا. الله يخليك، ما تواخذنا. بسيطة، فرصة سعيدة. يلا يا سلامات دكتور، يعطيك العافية. شكرا على المسج. أنا آسفة على الإزعاج دكتور. بسيطة، بإمكانك تشوفي شغلك. شايف سيدي؟ ما زبطت. وين روح هلا سيدي؟ امشي معي. نعم سيدي. جيب المفاتيح بس. حاضر. المفاتيح ابو ياسر. شرف. يعطيك العافية. صباح الخير سيادة الرائد. أهلين ام ياسر. المفاتيح صاروا معك؟ إيه نعم نعم. بدي أحكي معك كلمتين بخصوص البيت إذا بتريد. خير. قبل كل شيء بتشكرك كثير لأنك فهمت أولاد المرحوم بهجات ما يعودوا يتعرضوا لي. مشان البيت شو؟ هو الحقيقة استفسار، يعني الشاري أمجد محفوظ إمتى ممكن يستلم بيته؟ معلومك البيع قانوني والشاري ما له ذنب يلي صار. أنت تعرف يا أبو ميسر أنه صاحب البيت مات بظروف غامضة، وال5.5 مليون اللي كانوا معه انفادوا أو بالأحرى انسرقوا. على كل حال ولا يهمك، بعت لي أمجد على المكتب أنا بحكي أنا وياه. ليكو عندي محفوظ. تعال. مرحبا.
يعني انت ابنه للسيد امجد؟ اي نعم، انا ابنه لامجد محفوظ. تشرفنا. كيف الولد؟ الحمد لله بخير سيادة الرائد. مشان مفاتيح الشقة ما فينا نستلمه. بالنسبة للمفاتيح صح، يا ريت تجيني على المكتب وبعدين نحكي بالموضوع. وامتى بتحب؟ يعني شي بعد ساعة. ماشي، ان شاء الله بعد ساعة بكون عندك بالمكتب. يلا سلام. يلا نجيب. مع السلامة. مع السلامة. تفضل. هاي المرأة اكيد هي امشكري. عفوا يا اختي، ضيق بالله. نعم. انت امشكري؟ اي نعم. لو سمحتي سيادة الرئيس جلال من أمن الجنائي حاب يسألك كم سؤال إذا ما عندك مانع. إيه على تفضل. شرف سيدي. يعطيك العافية. أهلين. حضرتك أم شكري ما هيك؟ إيه نعم أنا أم شكري. وين هلا كنتي رايحة؟ رايحة أجيب غرضين وراجعة. تتأخري؟ لا خمس دقايق مو أكتر. ماشي. لكن نحن بنتوصلك ببيت المرحوم. إيه على عيني. تفضلوا لأفتح لكم الباب. معلش ما تغلبي حالك، المفتاح معنا جيب. عود نجيب عود. عود وركز معي منيح. برأيك بهجت ممكن يكون ميت هون بالبيت هاد؟ طبيعي. لا سيدي، لأنه لو مات هون سيدي كان بقي بمحله. بعدين بقاؤه هون سيدي ما بيشكل أي خطورة على لطة الشنطة. بعدين يعني سيدي عفوا، ليش لحتى يحملوه من هون ويرموه بالبستان؟ برافو عليك. وأنا متأكد تماماً أنه ما مات ببيت مرته وولاده. طب نجيب، شو رأيك يكون ميت ببيت جمانة؟ يعني سيد قصدك تقول أنه جمانة كذبت علينا لما قالتنا أنه ما شافت المغدور بعد ما رجع من اللادية؟ جائز، بس ما بظن شيء. هيك الموضوع كان. إيه صح؟ فليش؟ أهلاً؟ مساء الخير. أهلاً وسهلاً. أهلاً مساء الخير. شرفي تفضل. بتحبوا أعملكم قهوة؟ لا لا معلش، ارتاحي سيدي. أنا بساوي القهوة. بتعرف؟ ولا هو سيدي. أهلا وسهلا. أنا آسف، يعني بقدم لك أحر التعازي، بس نحن مضطرين لأنه هي إجراءات قانونية لابد منها. أم شكري، أنا اللي فهمته إنه ثلاث أيام بالأسبوع أنت بتيجي لهون، في الأحد والثلاثة والخميس. إيه بعد الظهر بس. من أي ساعة؟ من حوالي ساعة تنتين. وبضل لقريب الخمسة. لقريب الخمسة. طب أم شكري خليك معي شوي. الأحد اللي قبل الماضي أنت إجيتي على البيت لهون؟ إيه مثل العادة. وأخوك المرحوم بهجت كان موجود؟ كان هون بغرفة القعدة. وحده؟ وحده. قال لي اعملي لي كاسة شاي. فت على المطبخ عملت له ابريق شاي صغير. قال لي عادي اشربي معي كاسه. قعدت. واكيد قال لك انه باع البيت هاد. قال لي، وقال بده يسلمه بعد اسبوع. ايه وبعدين؟ بعدين شرب كاسه الشاي وقال لي طالع. ما قال لك لوين؟ قال لي رايح لعند السمسار مشان يقبض حق البيت. وامتى رجع؟ وأنا بالبيت ما رجع وما عادت شفته. طيب أم شكري، بعد ما طلع أخوك من البيت أنت شو عملتي هون؟ أنا نظفت البيت ورتبته وطلعت. نظفت البيت ورتبتي وطلعتي، كلام واضح. طب هذا كان يوم الأحد، رجعتي مرة تانية ثلاثة أو؟ جيت مرتين، يوم الثلاثة ويوم الخميس. ثلاثة والخميس. طب أم شكري،
لما اجيتي بهالمرتين ما حسيتي شيء متغير بالبيت؟ لا ابدا، كل شيء كان على وضعه اللي تركته عليه. طيب اخوك بهجت كان اكيد له اصدقاء ومعارف، مين كان يزوره؟ ما في حدا بيزوره، بس في بنت صبية مثل بنته. صبية مثل بنته مين؟ اسمها جمانة. اسمها جمانة. طيب جمانة اللي ذكرتي لي اسمها مفتاح البيت معها؟ ايه شلون لكان معها مفتاح البيت، وامتى ما بتحب تجي بتزوره. صح، لازم تزوره امتى ما كان طالما معتبرها مثل بنته. طيب ام شكري، بتعرفي سمسار اللي قبض منه المصاري؟ لا انا ما بعرف حدا بهالمنطقه. طيب ام شكري يعطيك العافيه، ان شاء الله بس نعتازك بنبعت وراكي. بس عدم المؤاخذه في سؤال صغير، اخوك بهجت ذكر شي مره قدامك انه بده يتجوز؟ اعوذ بالله، انا بحياتي ما شفت زلمه مثل اخي بيكره النسوان. قال يتجوز، كانت باطله ومحوله هذيك الجوازه، يا ريته ما تجوز. يعني لو ما تكون جمانة مثل بنته ما كان بيخليها تفوت هالبيت. تحياتي. اهلا وسهلا. انا سعيد محفوظ، شرف. تفضل. انا اسف بعدك مستعجل بس ما راح اخرك. شو؟ قال اشتريته البيت من ابو ميسر مو من صاحبه الاصلي. اي نعم، عرضوا علينا بست ملايين واشترينا. وكنتوا بتعرفوا انه ابو ميسر اشتراه بخمسة مليون ونص؟ طبعا. بس اللي بعرفه انه والدك والسيد بهجت كانوا اصحاب كثير. يعني أنا لو كنت محله بروح لعنده بشتري البيت مباشرة، وكنت بهالحالة بوفر نص مليون ليرة اللي أخذهم أبو ميسر. شرف عود. شكرا. هذا يا سيدي بهجت الله يرحمه كان في بينه وبين أبي معرفة، بس يعني مو لدرجة الصداقة العميقة. وبعدين حصل بيناتهم سوء تفاهم بسبب بنت كانت تشتغل عنا اسمها جمانة، أكيد بتعرفها. إيه طبعا بعرفها. وشو السوء التفاهم اللي صار بيناتهم؟ كان في عنا موظف اسمه حسام حب جمانة وهي حبته وتزوجوا، وبهجت الله يرحمه ما عرف بالزواج إلا بعد ما صار. قام زعل وأخذ على خاطره وحمل أبي مسؤولية الزواج اللي صار. يعني بهجت ما كان بده جمانة تتزوج حسام؟ لا، يبدو أنه كان عم يخطط يزوج جمانة من شخص ثاني. غريب، لشو العلاقة اللي كانت بين بهجت وجمانة لحتى يتم فيها كل هالقد؟ بهجت كان يعتبر حاله مثل وصي عليها، وهي كانت تعتبره مثل أبوها. آه قلتلي. والله يا أهلا سيد محفوظ. تسلم. شرفت. الله يخليك. ما تواخذنا احنا الخدمة ذاتية عنا ها؟ ما في داعي. لا ولو، أهلا وسهلا. شرف. شكرا. يا سيد محفوظ، ما قلتلي مين هو الشخص اللي كان بهجت ثروت يرغب بتزويجه لجمانة؟ أنا. بس طبعاً أبي مو ممكن يوافق. عجيب، ليش؟ أنا يعني شفتك وشفته ملائمين لبعض. يعني هو بده يجوزني من بنت عيلي. اها. ما كافي سيدي. اسمي ونصيب، اسمي ونصيب. بتعرف أنا بزماني خطبت واحدة من حوالي 6 سنين، كانت لساتني بنجمة واحدة. خطبنا بشي حوالي 3-4 أشهر، بلشت الناس بقى ومن هون ومن هون شو بتكون فيه، هذا راتبه على قده، مستقبله ما مستقبله، يعني على كم أسبوع ولا فارطة الشغلة. هلا من جديد دريت إنه تزوجت واحد بيشتغل تعهد دهانات يمكن أو شيء. اسمه ونصيب سيدي، اسمه ونصيب. إيه والله. إيه صحيح، نرجع لورا شوي. لما أنت وأبوك رحتوا لمكتب أبو ميسر عشان تدفع المصاري طبعا، قديش كان الوقت؟ يعني بعد العصر بحدود الساعة 4. بحدود الساعة 4 بعد الظهر، كتير كويس. طبعا جبتوا المصاري بكيس؟ لا، بشنطة رمادي كبيرة وأنا كنت حاملة. وقديش كان المبلغ بالشنطة؟ 5.5 ملايين، والنص الثاني دفعناه قبل بيوم لأبو ميسر كرعبون. ايه هي بعرفها. طيب بعد ما بهجت قبض المبلغ حطه بنفس الشنطة وأخده؟ بنفس الشنطة بس ما عدون منيح. ما مشكلة، ما الدنيا أمان يعني. المهم أخذ الشنطة وطلع لحاله. لا، طلعت أنا وأبي معه. أيوة طلعتوا سوا. وبعدين طلع معنا بالسيارة ووصلنا لشقته يلي اشتريناها منه، وهنيك نزل كمان لحاله. لا طبعا هو والشنطة. طبعا.
معقول يخلي الشنطة؟ واحد بايع بيته 5.5 مليون بتفوتها معه أكيد. طيب الوقت قديش كان بالضبط قدام البيت؟ يعني بحدود الساعة 5:55 هيك شيء. أيوة طيب يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. تسلم، شكرا على القهوة. ولو وأي خدمة أنا جاهز. الله يسعدك، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، مع السلامة. خير سيدي، طمني إن شاء الله في شيء جديد مشان القضية. هني احتمالين. نعم، يا إما بهجة ثروت إجا على البيت بغياب أم شكري وحط الشنطة، واللي رمى بهجة بالبستان إجا بعدين أخذ الشنطة، أو إنه بالأساس بهجة ما حطها بالبيت، أما أنا بمكان تاني. معلش سيدي اسمح لي، أنا بأيد الاحتمال التاني. ليه؟ راح أقول لك سيدي. لأنه ما معقول واحد مثل بهجة ثروت سيدي حط 5.5 مليون ببيته هو بيعرف تماما إنه في أكثر من واحد معه مفتاح البيت وخاصة جمانة. لا تعرف نجيب؟ فاجأتني، الله يحرسه صار شغال يعني. ولا أخذ فكرة غلط عنك يمكن. امشي تلاميذك سيدي. نعم سيدي. خلي عبد الرحمن وسامر يطلع يوقفوا بجنب الباب، واترك الباب مفتوح وانت خليك معهم. حاضر. ايه خالم سعيد. ايه عيني. مثل ما قلت لك نحن ما بدنا غير مصلحتك ومصلحه بنتك، بعدين ابنك سعيد مسافر ما هون حتى يوقف جنبكم. الله يخلينا اياكم ويوفقكم. الله يسعدك. ذاتي جمانة قالت لي انك وقفت بوش فكري واخويا اللي بدنا نطالعونا من البيت. طيب لذلك لازم تساعدونا. مو على عيني. شو بدك يعني اعمل لا اعمل؟ شوفي انا بدي اسالك كم سؤال، ارجو بس انك تجاوبيني بصدق وصراحه. بسيطه هيني، اسالي البكاء وانا بجاوبك. انت من امتى بتعرفي بهجة ثروت؟ ايه الله يرحمه ويرحم ترابه، عاش طول عمره ما سال عن حدا، ولما مات ما حدا سال عنه. يا سيدي بعرفه اكثر من 40 سنه. ايه اكثر من 40 سنه. 40 سنه والله زمان. كيف عرفتي؟ قبل ما جاوبك على سؤالك بدي أسألك سؤال. تفضلي. لما مات بهجات في ناس رموه بالبستان، بقى منشان شو هدول اللي ما بيخافوا الله عملوا هالعملة؟ منشان 5.5 مليون
ولهلا عم بيدوروا على المصاري وبدهم يعرفوا وين بهجت حاططهم. أعوذ بالله. لذلك يا أم سعيد أنا بدي أعرف منك إنه إمتى آخر مرة شفتي؟ يا سيدي شفته يوم الأحد. يوم الأحد؟ يعني بنفس اليوم اللي مات فيه؟ إيه بعد المغرب بشوي، بعد ما راحت جمانة على الشغل. أيوة. رن الجرس فتحت له، فات وحامل بإيده شنطة رمادية كبيرة. سألني جمانة موجودة؟ قلت له لا بالشغل. قال لي لك خذي الشنطة وخبي لي إياها عندك وبعدين برجع باخدها. يعني الشنطة رمادية لسات عندك هون؟ إيه بسقيفة على حطة إيده. وحكيت لجمانة عنها؟ لا، لأنه الله يرحمه ما بيريد حدا يعرف. ولما عرفت إنه توفى قلت لجمانة تتصل بأخوها سعيد ليجي. ليش؟ لأنه سعيد بيكون ابن بهجت. سعيد ابن بهجت؟ يعني أنت زوجته؟ ممكن تورجينا الشنطة؟ إيه مو على عيني. جمانة أنا حابب زور الست الوالدة وتعرف عليها. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. يلا. أهلين دكتور. أهلين أهلين سيادة. سلامات دكتور. شو شايف الشنطة لقيتوها؟ والله مثل ما انك شايف. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. وهلا وين معلم؟ هلا بنوديه على الإدارة وبعدين عازمك على العشاء. على سيامو. يلا. سادسة بالخطيب علم. شو ترامي سيدي؟ حوال قتل سيدي. شو اسم المغدورة؟ تهام ثروت سيدي. بيقولوا لأم شكري. مين اللي بلغ؟ بلاغ من واحدة مجهولة سيدي. شو دكتور؟ الحمد لله لحقناها. الظاهر انه كان في حالة عنف لانه لقينا تحت اظافرها وبين ايديها دم. يعطيك العافية. الله. مساء الخير. اهلا سيد محفوظ، تفضل. شكرا. كيفكن؟ بعد زمان. ماما. اهلين وسهلين يا ميت. اهلا وسهلا. اهلين خالي ام سعيد. كيفك؟ كيف صحتك؟ والله الحمد لله. شلونك انت؟ الله يخليك يا رب. وين هالقلب الطويلة ما عم نشوفك؟ هذا وشك ولا ضو القمر؟ تسلمي. الله يخليكي. اهلين. ظروف الشغل والله يا ام سعيد ما عم تخليني افضى على بعضهم هيك 10 دقائق. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين. الحقيقة أنا كنت حابب أزوركم من زمان بس ما كنت بعرف العنوان، وبالصدفة هيك عرفت العنوان وحبيت أجي أعملكم زيارة
وشوف إذا كنتوا بحاجة لشيء وأنا جاهز، يعني خاصة بعد ما دريت إنه أبو بدري توفى والأخ سعيد بالخليج. شكرا سيد محفوظ. ولو يا ست جمانة، لا تنسي إنك كنت تشتغلي عنا بالمكتب، والحقيقة يعني شركتنا خسرت خسارة كبيرة بغيابك، ولهذا السبب أنا جاي هلأ أعرض عليك إنك ترجعي تشتغلي عنا بالشركة، طبعاً إذا ما في عندك مانع. بس أنا عم بشتغل عند الدكتور زهدي. بعرف قديش عم يعطيك الدكتور زهدي. نحن مستعدين نعطيك 3 أضعاف اللي عم يعطيك إياه الدكتور زهدي، وبجوز تصير الشركة بالمكتب. عرضك مغري كتير سيد محفوظ، وإجا بشكل مفاجئ بعد الغيبة الطويلة. بس الكم سنة اللي مروا علي علموني إني ما أقبل شغلة إلا بعد ما أفكر فيها منيح. بدي فرصة لأفكر، إن شاء الله بعطيك جوابي بعد كم يوم. الأفضل أنا بتصل فيك. تصبحي على خير ماما. أول واحد سيدي إذا بتريد كمان بلغوه. شكرا. يا أهلا. أهلا وسهلا. تحياتي سيادة الرئيس. سلامات. شرف. سلامات سيادة الرئيس. أهلا أهلا. كيف الأحوال؟ أهلا. شرف تفضل عد. شرف. الحقيقة أنا بعت وراكم لأخبركم شغلتين. أثناء التحقيق اكتشفنا إنه إلكم أخ. سعيد أخو جمانة. امبارح بس عرفنا هالحكي سيادة الرئيس. شرف شرف. ومين إلكم؟ أمي حكت لنا وقالت لنا ندير بالنا على أم سعيد ونسأل عنهم. سيادة الرائد، لو تعرف قديش نحن مشتاقين لنشوف سعيد. الخبرية الثانية اللي بدي لكم عنها إنه الشنطة لقيناها. لقيتوها؟ وبتعرفوا وين؟ وين؟ عند أم سعيد. سلمتني إياها وقالت لي إنه المصاري اللي فيها من حق أولاد بهجت. مثل ما حكت أمي، أم سعيد ضحت وكانت مظلومة، وسعيد كمان مظلوم. على كل بإمكانكم هلا تروحوا، وبعد ما ينتهي التحقيق بنسلمكم الفلوس مشان كل واحد منكم ياخذ حقه. قررت انا واخي فكري انه نعطي اخي سعيد حصته من الورثه مثلنا مثله. ليش سعيد مسجل اخوكم بالنفوس؟ سيدي سعيد اخونا ان كان مسجل بالنفوس ولا مو مسجل، الدم بيضل اقوى وابلغ من الحبر. صح معك، الدم اقوى من الحبر. يا سيدي فيكم اصل. على كل إن أهلا وسهلا فيكم. يا ميت مرحبا. بعد إذنك. مع السلامة. تسمح لنا. يا أهلا. شكرا جزيلا. لا تأخذنا عم ناخذ مناتك كتير كتير. ولو عيبك. الله يخليك. مع السلامة. أهلا دكتور. مرحبا. سلامات. شلونك؟ شرف. يا هلا. تقرير معك؟ طبعا معي. يا إياد. خذ بريد يا ابني. 7 مساء. الرابع يوم الأحد يعني أول امبارح. تسلخات جلدية وآثار دم تحت أظافر أم شكري. مثل ما توقعت، حاول تدافع عن نفسك. هذا أكيد. شو في عندك كمان؟ في شيء كثير مهم أنا ما ذكرته بالتقرير. شو هو؟ زمرة الدم على أظافر أم شكري مختلفة تماما، وهدول الشعرات ما هن شعرات أم شكري. مختلفة عن زمرة الدم هي؟ بالضبط. هذا اللي حسيت أسأل. أهلا أهلا جمانة. طيب نصعبكم عندكم. لا لا ماشي الله معك. يا دكتور خليهم معي هدول التقريب، تخليها عند نجيب. نجيب خذ التقريب من الدكتور. بعدين بتأمن لي زمر دم أمجد محفوظ وابنه وابن ميسر، وبتلاقيني على مكتب ابن ميسر. يا مرحبا سيدي. أهلين دكتور. هلا نجيب. طمنا في شيء جديد عن موضوع المقدورة؟ كله تمام. هات شوف. يلا سيدي. بلش بلش من هون. مرحبا. اهلا وسهلا. سلامات. اهلا وسهلا تفضل. انت عندك شيء بشعرك؟ كانه قصصتيه ما هيك؟ لا على طول هيك.
هذا المؤاخذة أنا يمكن ذاكرتي ما بتسعفني أحيانا. علما هذيك المرة شفته وأنا قاعد. مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. كيف الصحة؟ يا ميت أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. أهلين وسهلين. تفضل. أهلين. يا الله كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك أنت؟ إن شاء الله مبسوط. الله يديمك يا رب. يا أهلين وسهلين. يا ميت أهلا وسهلا. بتعرف؟ أنا اللي قلت لها لجمانة تتصل فيك. شو هالحكي؟ وأنا اللي خبرت عن موضوع الشنطة. يا لطيف قديش فرحت لما عرفت إنه سلمتك إياها. وشو قالت لك كمان؟ حكت لي قصتها مع بهجت. بس بدري وفكري لازم يعرفوا انه اخي سعيد اخوهم كمان. لا لا بيعرفوا. يبدو انه امهم حكيت لهم. هن اجوا لعندي واكدوا لي هالشيء. بس ابني سعيد ما رح يستفيد شيء من ورثه ابوه. لا يا ام سعيد اطمني. من هالناحيه فكري وبدري كانوا عندي بالمكتب واكدوا لي بانه اخوهم سعيد اذا كان مسجل بالنفوس على خانتهم ولا ما كان مسجل له حصه بالورثه مثله مثلهم بالضبط. الله يرحمك يا بهجت. صحيح خلفت أولاد بس طلعوا أولادك أحسن منك. ليش طلعوا أحسن منه أمي؟ نسيتي لما أجا فكري لعندي وطلب مني فضيلهم البيت؟ على كل يا جماعة المرحوم كان منيح وكمان أولاده طلعوا ملاح. طب أنا ما بدي أخرك، شو بدك تخبريني كمان؟ محفوظ، محفوظ مرق لعنا وطلب مني أرجع أشتغل عنده وبأجر مغري وأني أترك عيادة الدكتور زهدي. وأنت شو قلتي له؟ قلت له برد لك خبر. محفوظ. ابو ميسر اسمعنا قلك دور المزح انتهى وجد دور الجد. قضية بهجة ثروت بدت بموت طبيعية وهلأ تحولت لجريمة قتل، عم تفهم؟ أنا شو علاقتي؟ كل العلاقة. وينك؟ الكذب ما عاد ينفعك لا أنت ولا البنت اللي كانت معك. فكل زر القلب لأشوف. ليش شو سيدي؟ شو بدك تعمل؟ فكه! بسرعة بسرعة! شوف ابو نسر، يوم الاحد الماضي بهجت ثروت طلع من عندك ومعه شنتاية فيها 5.5 مليون، ويوم الاحد المساء لقيناه ميت مرمي بالبستان والشنطة مفقودة. نجيب. نعم سيدي. وين الكلبشة؟ جاهزة سيدي. ليش سيدي؟ شو بدك تعمل بالكلبشة؟ ليك ابو نسر، انا متأكد انه يوم الاحد رحت على بيت بهجت وحاولت ادخل بس ما دخلت. صح. فاذا بتقلي بهداك اليوم شو عملت بالضبط من اول يوم لاخره، أنا بمشي وبقلك بخاطرك، ولا مضطر لأني وقفك. بعدين على فكرة زمر دمك مو بإيجابي؟ نفس زمر الدم القاتل. ولي أنا رح أحكي كل شيء، ما رح أخبي ولا حرف عنك. شرف. يوم الأحد الساعة 9 المساء كنت متواعد أنا وبهجت أفندي روح لعنده على البيت شوف العفش اللي عنده، قلت بركي بشتري منه وببيعه وبتسبب فيه شيء قرشين. أيوه وبعدين؟ وصلت ناح البناية قبل ما أقطع الرصيف لقيت سيارة وقفت، نزل منها محفوظ، هي سيارة محفوظ وراكبة قدامه مرة. وما عرفت مين المرة اللي كانت بجنبه؟ على هوا ما فهمت إنها فيروز صاحبة صالون حلاقة وهي خطيبته قال. أيوة. والصالون شو اسمه؟ استنى زيتي.
رائد جلال من الأمن الجنائي. تفضلي معنا. نجيب. تفضلي شف. ست فيروز، بقدر ما بتساعد العدالة بقدر ما بتساعد نفسك. نجيب. نعم سيدي. اكتب. حاضر. امتى بهجت باع بيته لأمجد محفوظ؟ يوم السبت قبل أكتر من أسبوعين بشوي. كنت أنا ومحفوظ بالحديقة عم نتمشى. محفوظ خطيبك ما هيك؟ ايوه. بس اللي سمعته انه كان فيه نيه زواج بينك وبينه، ليش ما زبطت؟ محفوظ بده يعني، بس ابوه ما وافق على زواجنا، فالظاهر قدام ابوه انه كمان هو ما بده يعني. يعني بفهم من كلامك انه الخطبه بيناتكم كانت بالسر؟ ايوه. وفهمت منه انه ما بيقدر يتزوج الا بعد ما ينفصل عن ابوه ويحصل على مكتب تجاري خاص فيه. ايه. وما ناقصه ينفذ هالشيء الا شويه مصاري. صح، المصاري هي كل شيء يا سيد فيروز، حتى بتستدعي الانسان انه يرتكب اي جريمه. ما هيك؟ هدي هدي واسمعيني كويس. انت قلتي لي انه يوم السبت اجتمعتي مع محفوظ بجنينه، بدي اياك تقولي لي بالضبط شو الحديث اللي دار بينك وبينه. يلا. لما كنت انا ومحفوظ بالحديقه عم نتمشى بالجسر. شبك محفوظ؟ ليش متضايق؟ ماني متضايق، بس اليوم اللي عم نستناه قرب. ما فهمت. المصاري يا فيروز. يعني دبرت حالك؟ يعني رح أدبر حالي، بس بدي اياك تساعديني. شلون بدك يعني ساعدك؟ هذا يا ستي، أبي اشترى بيت من واحد كبير بالسن وخرفان اسمه بهجت. ايه. اشترى البيت ب5.5 ملايين. طيب. وبكرة بعد الظهر رح نسلمه كامل المبلغ، وبهجت هاد ساكن لوحده، وأكيد رح يحط المصاري بالبيت. يعني ناوي تلطش المبلغ منه؟ هاي فرصتنا، فرصتنا يا فيروز. ب5.5 ملايين نعمل المشروع التجاري اللي بدنا اياه، وبالنص بيني وبينك. فهمني، شو بدك تساوي؟ بعد ما سلموا المصاري رح نستلم منه مفاتيح البيت، وبحسب العقد ما رح نستلم منه البيت إلا بعد أسبوع، يعني راح يقعد له فيه 6-7 أيام قبل ما يخليه. لحد هون وفهمانة. وبالليل راح روح لعنده وادعي له سهرة، ولما منطلع أنا وياه بيجي دورك أنت. دوري أنا؟ كيف يعني؟ بعد ما نستلم منه المفاتيح راح أجي وأعطيك إياهم، ولما بطلع أنا وياه من البيت بتفوتي أنت، رح تلاقي المصاري محطوطين بشنطة رمادي كبيرة، بتحمليها وبتطلعي، ولا مين شاف ولا مين دري. ومشيت وما عرفت شو بدي ساوي. طبعا وعملتي مثل ما طلب منك السيد محفوظ، رحتي معه بالسيارة لوصلتوا قدام بيت بهجت ثروت، نزلتي انتي تمشيتي على الرصيف، طلع نزل بهجت معه، راحوا بالسيارة، دخلتي البيت لتدوري على الشنطة، بس ما لقيت شي وما أخذ شي. بعرف إنه ما أخذت الشنطة، وبعرف كمان إنه ما أخذت أي شيء، أنا متأكد من هالشي. بس قليلي،
محفوظ امتى رجع بالضبط اخدك؟ تقريبا نص الليل اجى لعندي وقال انه بهجت مات معه بالسياره، عمل حادث بسيط وخاف ليضرب السياره فهرب منها على الرصيف. بهجت ارتعب، يمكن رعبته هي اللي قتلته. صح مظبوط، وانا هذا اللي قدرته. بعدين محفوظ اخده بالسياره ولحشه بالبستان، بس انا ماني شايف الموضوع خطير لدرجه انك انت بالذات تهربي. اكيد في اخطر من هيك، اكيد في جريمه قتل. لا انا ما قتلتها، انا طلبت الاسعاف. على كل حال طمني بالك، المراه مو ميته، هي في حاله غيبوبه وبستصحر عن تاكد من كلامك. بس انت ليش رحتي مع محفوظ على بيت ام شكري؟ اجى لعندي على الصالون وقال لي انه الشنطه ببيت ام شكري ولازم نروح على البيت ندور عليها. رحت على البيت وبعدين وصلني على الصالون، وكنت خايفة، كنت خايفة المرة تموت، فاتصلت الإسعاف حتى أخبره. أنا مصدق كلامك، بس بدي أعرف ليش تركتي الصالون بسرعة ورقدتي على البيت. اتصل فيه محفوظ على الصالون وقال لي أن الشرطة علمت بالحادث ونصحني أنه غيب كم يوم، وقال لي أنه خايف عليك. سيد فيروز، احنا اسفين، بدنا نخليكي عنا لاستكمال التحقيق. نجيب، نعم، خذها وجيب محفوظ. تفضلي. احترامي سيدي. محفوظ أمجد محفوظ، أنت متهم بعدم إبلاغ السلطات عن حادثة وفاة، ومتهم بمحاولة سرقة، ومتهم بمحاولة قتل العمد لام شكري.